تم اليسرى ولكنها تذهب بعيدا. عموما الهدف الثاني مصطفى كريم يعلن عن نفسه. موجود مصطفى كريم ويسجل الهدف الثاني. فرحة كبيرة وهدف مستحق وتقدم كبير للمنتخب العراقي الأفضل منذ بداية المباراة. وفرحة كبيرة والأعلام العراقية تظهر والجمهور العراقي المتعطش لكرة القدم يعشق كرة القدم، مجنون كرة القدم، ولكن جنون أيضا بعقل، يحب المنتخب العراقي ويحب العلم العراقي. لاحظوا يقبل العلم العراقي مصطفى كريم بعد الارتقاء الرائع على يمين الحارس، لن يصل إليها، ليس من السهولة أن تصل إلى مثل هكذا كرة مركزة تماما كما يجب وكما ينبغي. ومصطفى كريم يضع العراق في المقدمة والحارس أيضا يأخذ قسطا من الراحة.